فعلا صدمه، لانه ولات يتناقض مع ها هما اصدقاء ولات يتناقضوا، وكلو التربيه ديالو كلو الضمير ديالو، والله يهدي ما خلق. وانا حتى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن اللي تيعز في النفس واللي تيعز في النفس هو ان شي ناس اللي كنا نحسبهم من الاخيار كما يقال، وهادشي شو ما تدافع على ظالم انت عارف ودير، هو معترف وعارف من داوسي تيهضر انه حافظ، راه قاضي هذاك راه متمرس وعارف والحمد لله، انت نفتخر به. هذا السيد هذا ديال الافتخار نفتخر به، نفتخر به انه شحال من راسل اخويا تير، ما لا يحتاج الى هذا، راه الفقر على الله والفقر، راه تيقول لك على الله والفقر. ولكن حنا راه ما غاديش نتنازلوا الحمد لله، والقضاء عارف عندنا ثقه كبيره في القضاء. والسيد راه دابا اللي غريب في الامر ان راه السيد راه كانوا معاه سي كوزان، راه تيشوفوا السيد اللي صايب، راه حنا ما جيناش شدينا السيد وما عقل ما فهمتش انا، ما عندوش بيمي. ومن خلال الهضره ديالو كاين تناقضات، راه الاستاذ الى درجه تعرفوا الاخلاق ديالو، الاخلاق ديالو سيئه، الاخلاق ديالو انا راه تنتني انا راه على وراء اي طاغيه كان عبر التاريخ راه ديما عنده الناس الحاشيه ديالو. انا ما تنعرف هذاك السيد واش هذا اخلاق يدير يقدر يدس يدهس انسان ما تاع ما عرفوش. هو بعدا خلا كما قال لي ذاك الوكيل هذاك راه هضر على شهم، راه هضر على واحد البنت تتحرف، هذه مقبوله. ولكن باش انت تقول لهم انا هو فلان وتصيد وتصيفط خوك واش فين نساو هما، راه نسى المحامي وقيلا راه المشكل ديالو انه راه هو ما متبعش القضيه من الاول، ربما راه هو المره الاولى تيقول لهم انا هو فلان، راه لا باش نتوما عرفنا احنا ما تقولوش انا هو فلان انا هو هو هو، راه هذاك الشيء كاين في الماضي باش تفهم لينا حنايا كاعلامي سي الطب. وهذه التضليل للقضاء، راه الناس اللي كان اللي انبوا ضميره وهذاك راه قال لي كاين علاش، انه عارف ان الله اليوم الدنيا غدا اخره. سي الطب انا كلشي كيتهرب، كلشي باغي يعرف شكون اللي كان صايد، كلشي عارف اللي كان صايد، كذب عليك كذاب، كلشي عارف اللي كان صايد، كلشي عارف اللي كان صايد. ايوا كما قال لك الاخ السيد البارح اللي قال لك حنا متواطئين معاه، حنا ما عمرناش شفناه، واتق الله فيه، تقول شي كلام راه حنا حيين، وكاين الله سبحانه وتعالى، وكاين شهر الغفران. حنا راه ما حنا ولدنا ما تردوش لينا، حنا كون بغينا الفلوس كون خدناها في الاول. خي يفكر خدام يخدم عقله شويه، حنا ما قدرناش. ايوا علاش انا ما وصلوش هو باش داك الشيء غياخذ هو ونفكوا الزر حنا؟ علاش نقلب انا على واحد اذا كان هو عارف كنا عرفناه؟ راه والله لا زقلتو والله تنتابعو. انت انا ما يمكنش لي انا نلوح واحد ما دايرش وغادي نلوح عليه تهمه، راه اننا حنا عندنا تربيه، عندنا ولاد، عندنا ولاد خوتنا، عندنا ولاد سيولي، ما يمكنش نلوح ظالم مظلوم وغادي نحطو في شكل ولاد، لان حنا وشغل هو هذاك يا اخي؟ لا المسانده ديال الاصدقاء ديال الباطل. والحمد لله ماشي ديال الباطل، ماشي ديال الاصدقاء ديالو، ديال الشعب كامل. الشعب كامل الحمد لله وتنشكرو ومن هذا المنبر تنحيي الشعب المغربي، ان كل شيء المواطنين فين ما مشيت الحمد لله، فين ما مشيت الحمد لله وتيساندونا الناس باقي الان تيجيونا تيلفونا حتى من برا كاع، والحمد لله على كل حال. جوستومون هذه اون غيزون دو بليز، بس عارف انه السيد راه ما غتبقى تقول خلي القضية كل يوم كامل. انا معك بعيدة سي الطفا، هو ان ربما انك تعلم بان اخر تفيد ديال حكم الاعدام كان سنة 1994. واحنا يا اخي علم ولا ما كنت يعلم كنا شتانا بين عالم ولا شي عالم. راه ما يمكنش تقول لي شي هضرة. لأنه ما كيتلفتش، واخا يتحكم ما كيتلفتش. ما غادي، هو قال لك هو كما قال لك الاخر قال لك غادي غادي. غادي صوفي ربما هو بالنسبه له انه تضحيه وغادي راه غادي يكفر على الدم ديالو على انه غادي يخلي ربما كله العقليه ديالو كله العقليه ديالو. لا ما قطعنا ذاك المستوى، انا بغا نسرط لها ذاك السيد اللي تثبت لك حلاء وتيقول لك ان تنساوموا باش هذاك، راه كون بغينا مساومه حنا ما وصلوش هذا الشيء. حنا الحمد لله حنا ذو مبادئ وعندنا تربيه، حنا العفاف والكفاف والغنى عن الناس، حنا الحمد لله ما عندناش وصلنا الناس، ما عندناش وصلنا ولادنا وصلناهم المناصب، وصلناهم قراو باش ينفعوا هذه البلاد، وكان في امكاننا نخرجوا حنا برا ونديروا، ولكن بقينا نبقوا في هذه البلاد، والحمد لله داك الشيء اللي كنا تنتمناو في البلاد راه حنا وصلنا ليه. الناس نزهات تشوف بحال هذا السيد هذا نزيه قادك راه تيفرح،
تفرح الحمد لله، عارف ان هذه البلاد هذه راه باقي فيها الناس اللي باقي خايفين عليها. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.